متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: حالة من عدم الاستقرار الجو على وسط وشرق المملكة خلال نهار اليوم يوم غد بحول الله، أيضا نركز خاطر العديد من الأمطار في العديد من المناطق بسبب حالة عدم الاستقرار هذه، وأيضا حرارات أربعينية نهاية الأسبوع خاصة في المنطقة الشرقية. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الصناعية لتوضح انتشار لغيوم عالية في عموم المنطقة الشرقية خلال ساعات صباح اليوم. هي عبارة عن بقايا للغيوم الركامية التي أثرت على عموم المنطقة الوسطى الليلة الماضية، والتي عملت على هطول زخاتر عديدة من الأمطار في تلك المناطق. في المقابل نلاحظ خلو باقي مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم العالية في أقصى شمال المملكة، وأيضا بعض التشكلات الركامية المحلية فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. الانتقال الآن إلى خرائط توزيع الأمطار المتوقعة خلال ساعات نهار اليوم الثلاثاء وأيضا يوم غد الأربعاء، حيث توضح انتشار للغيوم تشكل الغيوم الرعدية في كل من منطقة حال والقصيم وأيضا أجزاء من حفر الباطن. هي عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي، أيضا تشمل فرصة تشكل الغيوم الرعدية على منطقة غرب الرياض وأيضا شرق المدينة المنورة بالإضافة للمرتفعات الجنوبية الغربية. تستمر فرص هطول الأمطار خلال الساعات القادمة، أيضا تستمر فرص هطول الأمطار حتى ساعات يوم غد الأربعاء، حيث تشمل فرصة الأمطار العاصمة الرياض لكن بشكل خفيف ومحدود خلال ساعات مساء يوم الأربعاء بحول الله، في حين تستمر فرص زخات الأمطار الرعدية في عموم منطقة حائل والقصيم والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة حفر الباطن وأيضا المرتفعات الجنوبية الغربية. بالانتقال الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، حيث تندفع كتلة هوائية حارة باتجاه الجزيرة العربية، تعمل على ارتفاع تدريجي ومستمر على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة خاصة خلال نهاية الأسبوع، حيث تصل درجات الحرارة أو تتجاوز درجات الحرارة حاجز 40 درجة مئوية في المنطقة الشرقية يوم الخميس ويوم الجمعة، يقابلها اندفاع لكتلة هوائية باردة نسبيا قادمة من منطقة بلاد الشام باتجاه المنطقة الشمالية من السعودية. لذلك ينبه خلال نهاية الأسبوع الفروقات الحرارية الكبيرة بين المنطقة الشمالية التي تتأثر بكتلة هوائية باردة نسبيا وأيضا المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية من المملكة التي تتأثر بكتلة هوائية دافئة إلى حارة هناك. للانتقال الآن إلى التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة، يوم الأربعاء طقس مستقر 38 درجة مئوية كحرارة عظمى، تكون هناك فرصة لزخات رعدية من الأمطار خلال ساعات الليل 28 درجة مئوية كحرارة دنيا. يوم الخميس المزيد من الارتفاع، تلامس درجات الحرارة حاجز 40 درجة مئوية، طقس غائم جزئي مع احتمال زخات من الأمطار، تستمر فرص زخات الأمطار خلال ساعات الليل 29 درجة مئوية كحرارة دنيا. يوم الجمعة يستقر الطقس 38 درجة مئوية كحرارة عظمى 25 درجة مئوية كحرارة دنيا. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.